بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيدة حسيني فاتحة، أم لطفل متوحد عمره 15 سنة. أقول هذا لكي أثبت مدى المعاناة طيلة هذه السنين. أفتتح هذا اليوم بمقولة مشهورة لأحد الشعراء يقول: لا تظن رقصاتي بينكم طرب، فالطير يرقص مذبوحا من شدة الألم. بمعنى أننا هنا لكي نخفف عنكم الألم، لكي نوعيكم أكثر، ونجعل التوحد ما راهوش هذاك الشيء الغريب المبهم اللي تضيعوا بزاف وقت وانتم تحاولوا تفهموا فيه. نلخصوا لكم الزمن ونلخصوا لكم الوقت، لأننا أصحاب تجربة خضناها قبلكم. نريد أن نجعل من وقتكم الثمين مصدرا لإلهامكم حتى تستمتعوا أكثر بتربية أطفالكم، يعني تشوفوها استمتاع على أنكم تشوفوها ألم وتشوفوها تعب. في البداية غادي نحكوا على التوحد، شهما المشاكل اللي صادفها التوحد، ولا قبل ذلك كيفاش نعرفوا بلي هذا التوحد، كيفاش نعرفوا بلي هذا الطفل متوحد، ومين تندقوا ناقوس الخطر، ومين تنتحركوا. دونك عندنا ثلاثة تاع يسموه في مصطلح علم النفس مثلث التوحدي أو ثلاثية توحدية. ثلاثية توحدية هي عبارة عن مثلث يضم المشاكل اللي تصيب التوحدي، مرتبطة ببعضها ومتماسكة ببعضها. هذا المثلث يمثل الأعراض، هذه الأعراض اللي أنصبوها لدى الطفل التوحدي. المشكل الأول هو اللفظي والتواصل اللفظي، التواصل اللفظي والغير لفظي. المشكل الثاني نشرح أولا التواصل اللفظي والغير لفظي. التواصل اللفظي هو الطفل ما يتكلمش، ما يقدش، يعني التأتأة، هذيك الطفل الملاغات تاع الطفل من يكون في سن صغيرة، يقول دادا بابا، يخرج واحد مقاطع ولا واحد الأصوات، نسموهم أصوات، ما يوصلوش مقاطع إلا إذا كان معهم حركة، يعني دا ده 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 ولا ب ب، حتى يوصل للمرحلة وين يلصق معها الألف، عاد هنا نسموها مقطع، بصح هنا نسموها غير مخارج الأصوات. الطفل في السن صغيرة بزاف يخرج هذه الأصوات، إذا ما خرجش هذه الأصوات معناها راه عنده مشكل تواصل. هذا التواصل اللفظي. التواصل الغير لفظي وهو أن الطفل يتواصل مع الأم غير بالنظرات. عند الطفل المتوحد ما كانش، ما الأم ما تشوفش باللي الطفل تاعها راه متواصل لفظيا مع متواصل لفظي، متواصل بالعينين، بالتواصل البصري، يشوف اللوبجي اللي باغيه ولا في الشيء المحتمل. المشكل الثاني هو الاجتماعي، التواصل الاجتماعي. غادي تقولوا لي كيفاش التواصل الاجتماعي وهو عاد صغير. التواصل الاجتماعي عند الاطفال العاديين هي ان الطفل تحط بزاف نسا وتجي امه، يقد يروح عند امه. متوحد تحطه في وسط امه وخالته، ما قدش يفرق بيناتهم، يعني ما يقدش يفرق امه من بين الناس الاخرى. يعني الطفل المتوحد ما عندهش تواصل اجتماعي، ما يقدش يميز بين اخوته، بين أباه من بين عمامه، من بين أباه من بين أباه من بين عمامه، ولا أمه من بين خالاته، ولا أمه من نساء، ولا أخوته، خوته من بين الأطفال الآخرين، ما قدش يميزهم، يعني يعامل أمه ويعامل الناس الأخرى كيف كيف. هذا يسموه التواصل الاجتماعي. عندنا المشكل الآخر وهو السلوكي، السلوكي ولا واللعب التخيلي. السلوكي واللعب التخيلي. هنا الأم تلاحظ أن الطفل ما يلعبش، ما يعرفش يلعب، ما يلعبش كما الأطفال الآخرين. تلاحظ أيضا أنه ما عندهش لعب تخيلي. كاع الأطفال الصغيرين من يبدوا يلعبوا يتخيل هذه أمه،
يتخيل لي جوي هذوك البزاوز يلعبوا، ولا طفله تخيل هذه اللعبه باللي تجي عندها ضيفه وتقول لها وتهضر معها. الطفل التوحدي ما عندهاش هذه، ما عندهاش هادو هما الاعراض او هذا المثلث التوحدي، يسموه مثلث التوحدي ولا الثلاثيه التوحديه، هي اللي تثبت لنا ان الطفل عنده خلل، عنده مشكل. من هنا تجي تساؤلات كبيره الى الام، صابت كاع هادو الثلاثه ما كانش، الطفل ما يعرفش يلعب، ما يتواصلش اجتماعيا، ما عندهاش تواصل لفظي وغير لفظي، هنا يدق ناقص الخطر، وهنا يجب عليها انها تتصرف وتذهب عند الاخصائيين. هنا لازم تكون مجموعه كبيره من الاخصائيين اللي يرافقوها باش تقد تعرف الاشياء اللي غادي نتطرقوا لها في الاسابيع القادمه ان شاء الله. دونك شكون هما المسؤولين عن التشخيص؟ وما تقعدش الام، انا هذه نصيحه لوجه الله للامهات، طولش بزاف انها تحوس على التشخيص، طول بزاف انها تتقبل ولدها. تقبلي الطفل كما هو بدون لا شرط ولا قيد، هذا ولدك وهذه نعمه رب العالمين، اعطاها لك رب العالمين، اقبليها كما هي، وسعي باش تحسني من اذاء هذا الطفل، وتحسني كيفاش ديري تدمجيه. دونك التوحد ليس مرض، هذه معروفه على المستوى العالمي، اثبتت انها ليست مرض. كون نقولوا الطفل غادي يشفى بمعنى رانا نقولوا باللي التوحد مريض. كيسالوا السؤال يقول لك لماذا هل الطفل التوحدي غادي يشفى يوم من الايام؟ انا نقول لهم باللي لا، ما غاديش يشفى لانه ماهوش مريض. باختصار ماهوش مريض، هذا عنده اضطراب في احد اركان الشخصيه، شخصيته. يعني التوحد ليس بمرض، هو ولا مرتبط بعلاج طبي، يعني ما عندهش دواء. يعني اللي غادي يجي يقول لكم انا راني وجدت لكم الدواء تاع التوحد، للاسف ما تامنوهش لانه ماهوش مرض وما عندهش دواء. هذا اضطراب نمائي يجي في شخصيه الانسان وترافقه مدى الحياه، كما البصمه تاع الانسان، كما لون عينيه، كما هذو اشياء يقعدوا فيه مدى الحياه تيموت بهم. ولكن تقدر الأم بتضافر الأسرة والمختصين أنها توصل ولدها أنه يتعامل ويندمج في المحيط فقط. يعني السلوكيات تاعه، دوك من بعد نتطرقوا للسلوكيات النمطية اللي عند الطفل المتوحد، هستيريات البكاء والضحك بدون سبب، هناك أشياء كثيرة تحصل للطفل المتوحد تدير ارق للام وتدير ارق مشاكل النوم، دوك نطرقوا لها بالتفصيل. دونك هو ليس مرض، ما غاديش يحتاج العلاج، هو اضطراب في النمو والسلوك والتواصل الاجتماعي، يحتاج الى تاهيل لتطوير هذه المهارات وزياده الاستقلاليه. دونك بدلوا دونك قلنا بلي التوحد هو ماهوش مرض وهو اضطراب فقط. دونك اكثر حاجه نسمعوا بها على التوحديين، اضطراب التوحد الاكثر شيوعا بين الاولاد عن البنات. الاحصائيات العالميه تقول بلي في كل 4 اطفال ذكور كاين واحد اللي هو بنت. النسبه، ومن بعد دوك تجي تساؤلات وفرضيات اخرى، علاش الاولاد اكثر من البنات؟ في كل 4 إلى 1 مرات، حيث يقدر ان من 1 إلى 4 صبي مصاب باضطراب طيف التوحد في الولايات المتحده، بينما 1 من بين 189 فتاه تصاب باضطراب التوحد. المعدل هذا خاص بالولايات المتحده. اذا ليس من الصحيح أن أعداد التوحد في تزايد. كل الناس راها تقول بلي شي هاد المصيبات، التوحد راه يزيد، راه ما كانش كيما هاك بكري، ما كانش عندنا كاع هاد العدد بكري. لا، من 1943 التوحد موجود، وسمي باسم التوحد سنة 1943 من عند الدكتور أمريكي أسبرجر، وهو اللي فصلهم عن المضطربين ذهنيا. كانوا بكري كاع مخلطينهم في سونتر واحد وكاع يعاملوهم نفس المعامله. يعني نقول من 1900 يعني كاين. واش شنو الحدث؟ ان الناس ضروك
معايير ولا مقاييس التشخيص هي اللي راها دروك اكثر فعاليه، وهي اللي اثبتت بالله كاين. والتعداد السكاني بطبيعه الحال في تزايد، فاكيد يبان باللي متزايد. وانما الزياده هي مراجعه تطور وسائل التشخيص والوعي المجتمعات بعلامات الاوليه لاضطراب التوحد تسامبلون بكل بساطه، لان عدد السكان زاد ولان المقاييس ولات اكثر مصداقيه واكثر يعني دقه، ولان الاولياء بداوا يتوعوا للتوحد ولوا يقولوا باللي شغل ولا شبح. في بدايه الامر كان التوحد كشغل حاجه مبهمه والناس خايفه منه، بصح الان الناس راها عارفه كي دير، شو هما المهارات، هو لهذا العدد. يواجه أطفال التوحد اضطرابات، يواجه أطفال اضطراب التوحد تحديات مستمرة في التواصل والتفاعل الاجتماعي والسلوكي والنمطية، وهو ما يتطلب تأهيلهم للتغلب على هذه التحديات. دونك التحديات اللي يواجهوها، احنا قلنا قبيله باللي في السلوك واللعب التخيلي، وحنا عطينا واحد الاعراض اللي باش نقصوا من الاعراض تاع التوحد، ولكن هناك اعراض اخرى تصاحب التوحد، هي ممكن تكون مرض واحد اخر ولكن مصاحبه للتوحد. وعلى ذلك خلطت الناس ولوا كل اللي يشوفوا فيه عرض من هذه الاعراض مسميناه التوحد، مثل النمطيه مثلا ولا فرط الحركه. فرط الحركه هو مرض خاص، ولكن يكون في احد المرات زعما يكون ممكن يكون احد عوارض التوحد اللي هو الحركه النمطيه، واللي قلنا ايضا فرط الحركه، ايضا التخلف اللغوي او اضطراب اللغه. اضطراب اللغه هو مشكل قائم بحد ذاته، بصح ممكن يكون مصاحب للتوحد وندخلوه في عدم التواصل اللفظي. يعني كاين بزاف اعراض اخرى ما راهاش توحد، ولكن ممكن التوحد يكون فيه، بصح ليس بالضروره اللي فيه هاد اللي قلنا نعدوهم هما فرط الحركه، المشكل اللغوي او التاخر اللغوي، الحرمان البيئي. هادو ثلاثة تاع الأعراض هما مشاكل أخرى تصادف أطفال، ولكن ممكن تكون عارض من أعراض التوحد. ولهذا على الأهالي باش ما يديروش خلط، شي ولدك ما هدرش صاي متوحد ديريكت، صاي هذا فيه توحد. لا، كاين أخصائيين اللي يجزموا لك لا فيه توحد ولا لا. كاين ناس قد تميز بين هادو اللي أنت ما تعرفيهمش كأم ولا كأولياء، وبين اضطراب اللغه، والمختص هو اللي يجزم هذا عنده غير مشكل تاع لغه ولا هذا احد اعراض التوحد. ومن بعد دوك نزيدو نشوفوا باللي اعراض التوحد هما اعداد كبيره، دوك نشوفوا باللي اعراض التوحد بزاف، والا لقينا سته ولا سبعه من هاد الاعراض يمكن نقولوا على الطفل باللي هو متوحد. اذا جميع الاطفال والبالغين ذوي اضطراب التوحد يستفيدون من تدخلات أو العلاجات التي قد تقلل من الأعراض وتزيد من مهارات والقدرات، بالرغم من أنه اضطراب يرافق الشخص مدى الحياة. هذا المقطع درته لأني تلقيت بزاف أسئلة، بصح أنا ولدي عنده 15 عام يبرا دروك مشي راني سي طروطار صاي فات الحال، صاي يمشي الوقت فاتني، وولدي أنا عندي بنتي عندها 30 عام كي ندير؟ صاي فات الحال ياك. لا، راني نقول لكم باللي التوحدي سي فغي من النشأة تاعه ولا من الميلاد تاعه حتى اللي يموت هو متوحد، بصح التدخل تاع المختصين وتاع التكفل ممكن يجي في أي وقت، والوقت اللي لم تفطن إليك تعجل، تعجل تتصرف وتستنجد بالمختصين وتستنجد بالناس ذوي الخبرة وتبدا تخدم مع ولدها وما تقطعش الياس، لأن غادي تتبدل نظرتك من تشوفي وشوفوا واحد السعاده تصيبها الام، واحد السعاده تصيبها الام من تتعب بزاف تتقطع الياس، يدير لها حاجه ولا دير لها بنتها حاجه تنسى كل هذاك التعب.
فجأة البنت تهدر، فجأة الولد يهدر، فجأة يدير لك صوالح. وشوفوا التوحد النعمة عطاها لنا رب العالمين، تستفنا من بعد نلقوا رواحنا حنايا ولينا متربيين ومنظمين، على خاطر هما منظمين، هما ما يبدلوش. بدل لي الصفحة. دونك أنا ديت هذه المقتطفات وخيرت معظم المشاكل اللي تعاني منها. أنا أكثر حاجة نقولها أن التكفل بالمتوحد هو تكفل بالأسرة وتكفل بالأم. أنا اليوم جيت باش نخاطب الأمهات ونخاطب الأولياء. اليوم جيت باش نقول للأولياء أنتم السر في ولدكم ينجح، أنتم اللي تأمنوا بقدراته. وجبت هذه المقتطفات ولا درت هذا لخصت هذا بناء على التساؤلات اللي أنا شخصيا صرات لي. يعني كاين واحدة التساؤلات الدور في راس الأم، اليوم رانا نجاوبوا فيها ونزيدوا غادي نزيدوا نعطوك حتى الآليات والميكانيزمات اللي تخدمي بهم باش تقدي تتجاوزي مرحلة هذه تاع ولدي ما غادي الشبرة وتاع لا غي خليه من بعد دوك ينطق كيما ينطق ولد عمه على 6 سنين. لا، احنا رانا أمام شبح واعر، وممكن هذا الطفل إلى أهملتيه يولي لك هو اصلا هكا غادي يدمر العائلات، فما بالك كون تزيدي تهمليه. لا، هذا طيق تجيبي معاه نتيجه. وهناك بزاف كما نقولوا اكثر حالات على مستوى العالم العربي والعالم ككل من المتوحدين اللي مواتهم هما اللي خرجوهم من الازمه وولوا نوابغ في المجتمع. نكملوا نقولوا يؤثر اضطراب التوحد على الطريقة التي يدرك بها الفرد العالم، حيث يصعب التواصل والتفاعل الاجتماعي عليه ويخلق لديه نزعة من الانخراط في السلوكيات التكرارية بشكل كبير عبر هذه المجالات الأساسية الثلاثة اللي كنا ذكرناهم في البداية. وقلنا أن التوحدي من ما يعرفش يعبر على روحه وما يعرفش يحس باللي اللي مقابله ماش فاهمه وش يدير، يحاول يدير حاجة تريحه. نعطيكم مثال، مثلا حركة هذه يديرها الطفل اللي احنا نسموها الرفرفة ولا الحركة النمطية ولا التكرارية ولا الحركة الذاتية ولا عندها بزاف مصطلحات. أنا نقولها لكم بالعامية تاعنا يرفرف يديه. عموما تكون من يكون يشعر بالسعادة يديرها من يكون فرحان عموما، ولكن ليس دائما، مرات كثيرة يديرها لأنها رافض ما فهمش هذيك الحية اللي قلتيها له ولا هذاك الشكل اللي كان اتجاهها من الاتجاهات كاع، ما يعرفش يديرها وكأنه ينطوي على روحه ويعاود يولي غير روحه، يقعد غير مع روحه. مثلا يدير الصوت هذا، احنا نقولوا له بالعامية تاعنا يزين، خاطر ما قدش يهضر وعلى خاطرش الاصوات اللي حواليه راها فور بزاف وضراته، هو يصدر ذاك الصوت باش يسمع روحه باش يتجاهل المحيط. يبدا يدير ذاك الصوت اللي احنا نقولوا له الزين باش ما يسمعش الاصوات الاخرى. اذا مع وجود عامل الجيني لاضطراب طيف التوحد بالاضافه الى عوامل اخرى غير جينيه وغير بيئيه تزيد نسب احتمال اصابه الطفل باضطراب التوحد. هنايا هذا جواب على الأسئلة الكثيرة مناش يجي هذا التوحد. كاين بزاف فرضيات، كاين آلاف الملايين من الفرضيات ليزيبوتيز اللي هما يعتبروا غير أفكار. كاين اللي يقولوا عامل جيني، كاين اللي يقولوا عامل وراثي، كاين اللي يقولوا من المواد الحافظة الموجودة في الأكل، كاين اللي كاين بزاف، كاين اللي يقول لك من الذبذبات هذه اللي خلقت عبر لي ريزو هذو اللي يتمشوا هذه الذبذبات الصوتيه. كاين الاف ملايين من الاحتمالات تاع التوحد، ولكن لحد الساعه ما كانش فرضيه جازمه، ما كانش حاجه تقولنا بلي هذيك هي اللي تجيب التوحد. كاين اللي يقول لك صدمه الام الحامل، كاين اللي يقول لك ممكن ضربات قويه، كاين اللي يقول لك رفض الام انها تنجب، وهذه تعتبر فرضيات لا اساس لها من الصحه، لم تثبت علميا. ما نقولوش لا اساس لها من الصحه، نقولوا لم تثبت علميا. علميا الدروك ما كانش، الدروك ما عندش التوحد اي سبب مناش يجي.
احنا في البداية قاعد كرنا الأعراض ودرنا هذا المثلث على وعسى دائما نولو له، اختصرته وضيقته قدر الإمكان حتى نولو له. دائما نولو للأعراض اللي تجي للطفل المتوحد، قد تظهر علامات مبكرة. وانا ذكرت الأعراض هذه الأم اللي عندها خبرة، انا ذكرت بالأمس ان كاين أم عندها خبرة وكاين أم مبتدئة. الخبرة واش هي؟ هي ان عندها اولاد قبل سوا ديزون بين قوسين، ولا نقولوها ما نقولوش المصطلح عادي، نقولوا غير متوحدين. كاين طفل متوحد كاين طفل غير متوحد، خاطر ما نقولوش طفل غير عادي لان التوحدي ثاني عادي، ما راهوش طفل غير عادي، هو طفل عادي. اذا الام اللي عندها اطفال غير متوحدين غير ما فيهمش التوحد، ما همش متوحدين قبل الطفل المتوحد، هذه ام لديها خبره تعرف ان هذا الطفل بكاءه راه غريب، تعرف هذا الطفل بالله يضحك في غير وقت الضحك، تعرف هذا الطفل باللي ما هاش يشوف فيها ما هاش يتواصل معها، هذه عندها خبره. بصح الام الجديده هذه اللي ولدها الاول ما غاديش تعرف، شويه يبكي يقولون لها لا داك ثاني خوك كيما هاك، ولد عمه كيما هاك، والاخر كيما هاك. وهي وهذه اكثر هي اللي اكثر تكون مضغوطه، هذه الام اللي ما عندهاش خبره هي اكثر الامهات اللي تكون مضغوطه من العائله وما تقدرش تتصرف وما تقدرش تتحرك بالخف، على خاطر كي شغل ينوموها ينوموها مغناطيسيا باللي ولدك راه كيما ولد فلانه. دونك مثلا عند عمر 8 سنين 8 الى 10 اشهر، وانا هنايا ننبه الامهات كاين لي فاكسان، كاين كارني د فاكسان، هذاك الكارني د فاكسان فيه كل الاعراض بالسن تاع الطفل اللي ماهوش متوحد، فيه كلش، فيه الطفل من شهر لكذا واش ياكل، واش يدير، واش يقول، يعني أي وحدة تولد راهم يعطوها معاها داك الدفتر، ممكن تقرا في داك الدفتر وتشوف سلوك ولدها، من خلال هذاك الدفتر قد تعرف إلا ولدها راه طبيعي ولا غير طبيعي. ما نقولوش متوحد مازال ما على بالناش، بصح نقولوا ماهوش عادي، عنده مشكل. دونك من 8 الى 10 اشهر لا يستجيب لاسمائهم ولا يتفاعلون مع الناس او يتاخرون في اظهار الاصوات الاولى، وعند مرحله الحبو يجدون صعوبه في ممارسه الالعاب الاجتماعيه، لا يقلدون الاخرين ويفضلون اللعب لوحدهم. نسيت قبيله في هذوك ثلاثه اللي تشابهوا، ذكرت لكم ثلاثه ونسيت الانعزاليه. الانعزاليه ثاني عارض من اعراض يجوا الاطفال مش المتوحدين، يجي عادي الاطفال، بصح ممكن يكون عارض من اعراض التوحد، على خاطر الانعزالي ولا الانطوائي كاين اللي وحده في الدار، وحده في الدار باينه بلي ما غاديش يلعب معاه حتى واحد، باينه بلي ما غاديش، باينه زعما لوجيك. كاين اللي مثلا يسكنوا في دار يعني في البيت الكبير وعندهم غير شومبرا، والام ما تخليش ولدها يخرج، من يخرج برا، اذا غادي تقعد الام دائما محاطه بهذاك تاع ما تخرج ما تديرش ما تتحركش ومن هنا الام غادي تفهم باللي ولدها متوحد، هو ماش متوحد، هو مسكين غير محروم من العين. هذه نسيت باش نقولها قبيل. المهم معظم حالات التوحد يحتوي على مجموعه معقده ومتغيره من العوامل الجينيه والبيئيه، هذه ذكرناها قبيله، التي تؤثر على نمو الدماغ في وقت مبكر. عنده مشاكل في النمو، في النمو العقلي نتاعه. بالنسبه لينا هذا ما هدرش بكري، عنده مشكل. هذا ما حباش بكري، عنده مشكل. هذا ولكن بالنسبه للمتوحد تفوق درجة باش يلمد المعلومات تاعه، يلمد بزاف معلومات. المشكل اللي عنده في الترجمة، ما يكوديهمش، ما يقدش يعبر عليهم، ما يقدش يتفاعل كما احنا نتفاعلوا، ولذلك احنا نقولوا عنده مشاكل في النمو في وقت مبكر. احنا ذكرنا هذوك الأعراض اللي قلناهم وغادي نذكروا هنا نكتبوهم باش غير للذكرى، باش دائما كي تعاودوا تولوا للآخر تصيبوهم. قلنا في الاعراض اللي تشبه اعراض تعتبر من اعراض التوحد، ولكن ليس بالضروره توحد، لكن ليس بالضروره توحد.
شاهما قلنا في الاول عندنا راحت قلنا عندنا والله لا نسيتها عندنا فرط الحركه فرط الحركه تاخر النطق النطق هذه تاخر النطق هي اكثر شيوعا ومنها عند الاولياء يتحركوا انعزالي ولا الاجتماعي انعزالي والحرمان انعزالي انعزاليه والحرمان البيئي الحرمان البيئي ولا الحرمان قلنا هذه اكثر تاخر النطق هي اللي تاثر بزاف في الاولياء وهي اللي من خلالها يبدو يتحركوا والباقيه كاع يعتبروه عاقل بزاف وما يتحركش بزاف شكرا لحسن الاصغاء نتمنى تكونوا وصلتكم المعلومه ونتمنى في الحلقات القادمه ان شاء الله نزيدوا نتطرقوا لكل نقطه على حده